وكان بيستقلها ثلاث أشخاص سابوها وتركوها وكيريو وفجروها عن بعد. قدر الله وما شاء فعل. أربع مصابين. ليش زعلان؟ أصابات خفيفة مش حاجة يعني. شكل المبنى حاجة تفرح. طلع إيش فيه يا أخي هشام؟ افرح بنصرك يا أخي. أنا نصر ده؟ إن هديت حتتين أي عامل باليومية هدهم؟ مش كل حيطة زي التانية. هدم حيطة حراس الطواغيت أفضل عندي من قتل 10 من جنوده. الجهاد ما هو قتل وخلاص. الجهاد ألوان وأصناف وإله مآرب كتير، زي كسر الهيبة وظهار القوة والقدرة على الوصول لأي مكان. عندك مثلا العمليات اللي قام بها إخواننا في جماعة الفرقان، هذه عمليات ما وقعت خسائر في الأرواح، تبقى عمليات فاشلة؟ لا، هذه عمليات زلزلت عروش الطواغيت وشرخت كبرياءهم وأزالت وهم الأمن اللي بيصدروه للناس. هذه العمليات النظري ما قل أهمية عن عملية الأخ أبو مريم الله يرحمه. ودي حاجة أنا مش فاهمها، جماعة الفرقان هي دي جماعة جزء مننا ولا منفصلة عننا ولا بتشتغل بالتنسيق معنا؟ هتفهم كل شيء في حينه، لا تتعجل، ريح بالك وما تجعل الشيطان يضيع فرحتك بغزوتك. ما لم تناله اليوم ستناله غدا بإذن الله، وما النصر إلا صبر ساعة. صدقك واهيم الله. يعني انت كمان موافق على الكلام ده يا شيخ عمر؟ انت عارف ايه مشكلتك يا هشام؟ انك مش قادر تنسى انك ضابط صاعقة. حسبتك كلها قايمة على كم واحد اتصاب، كم واحد مات، حسبة عسكرية. هي دي مشكلة؟ امال احنا جايين هنا نعمل ايه؟ طيب ما كنا قعدنا في بيوتنا بقى وسبناهم يعملوا اللي هم عاوزينه. انت بجد ليه؟ ايه الهدف من الجهاد؟ معقولة تكون مجاهد مهم وما انتش عارف انت بتجاهد ليه؟ تسيبني ايه العيال الصغار لسه منضمين؟ هدف الجهاد اللي انا اعرفه هو نصرة دين الله والدفاع عن دين الله. الدولة، هدف الجهاد إقامة الدولة يا هشام. عشان كده المجاهد زي ما بيفهم قتال لازم يكون بيفهم سياسة. احنا عايزين نقيم دولة، الدولة بيحكمها السياسيين يا هشام مش المحاربين. طريقة تفكيرك دي